قدامها يا تيمور. الله يبارك فيك يا بابا. بس لو كنت لبستي الجاكيت جدا. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما ادخلي انت وانا هقابلهم. بص يا عم انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عزاء. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تنهش. صفاء بيه انا كمان وانت علينا والنبي يا ماما عيب كده. اتفضلي قبليهم يا بنتي. انا ما اقدرش اخرج الا لما بشندو يقول لي. انا جدتي مش خالصه انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني استني. تركتين دني بجملي بجملي. تركتين دني بجملي يا بفرة بفرة. بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غارق جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي ما تتكتش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. صيب ارقص يا تانت ام نوال العينة. حياتي النبي ترمطوبة. يا تانت الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عملوا معروف الرمطوبة. اعتبروه مربوس. حازم الشراب هتحرق. ايه يا هارب؟ حد قال لك ان ابني ملبوس؟ ايه يا بشندي ظهر؟ هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتحضرها عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم انا متفق مع نوال هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لاحظ ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم. عقد ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم العقول يتعدي. هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف مكلمه مين؟ انا درزي حريمي عمري ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف انا اسف يا بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. ايه اخرتها يا نوال؟ تسرقونا اخرتها ايه؟ ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك يا بقى يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك. يا راجل يا مقشف امك راسك لابويا عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف انا اسف. يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا لسناك تحت. بنتي يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي عدوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده؟ هو ده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك سيب البدله. سنين سنين مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيبنا اضربها بقى. اضربني يا يلا بابا. عندك يلا راجل انت ما ناخدك لك واسرة. يلا يا معفن يلا خبرتي نفسك جاي على قبل عقد كده. خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك. الله 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 الله. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ هتقعد لنا يا عم في حته بقى عصبتنا. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه. ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد بشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول بشاندي هو اللي سرق العقد؟ قطع دراعي باللي ده اما كان بشاندي ده هو اللي عملها. استنى بس دي البنت لوزه الخدامه بنت بشاندي. صدق هو بشندي؟ انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه هوده. معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال نوال. يا بيهي. بقول لك يا نوال انا عايز عنوان بشندي ضروري. بشندي ايه بقى ده وقته؟ انا مصدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا. ده انا ممكن اولع الدنيا. ايه يا اعمى يا اعمى؟ ايه مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ لا يا عم انا عملت لها حاجه. انا هستناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. الصغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده. مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده. انا هخلي الايام هي اللي تثبت. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده. انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال مالك ياض يا وش؟
بتهرب علينا ليه؟ في حاجة؟ اه في حاجة، في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكتي انتي. مين البت دي؟ ايه؟ واحدة كده. واحدة ايه يا تيمور؟ البت دي تلزن، نفض لنفسك يا. نفض ايه؟ في حاجة في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفة. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت، البت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وقفصين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفال اول؟ يلا قلت لك هيقطعها. هم راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض، عايز حاجه ياض؟ اه عايز الاستفنديه بتاعتي. خد تعالى. إيه؟ بتعرضها ياض؟ انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه امشي وراكم ليه؟ يلا بسلة فلا. يلا يا كابتن في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجة، أنا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس أنا قمت بالواجب يا باشا. صح؟ خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمة دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ أنت بتستهبلي، ياخدوك إيه ده؟ أنت روحي افهملي، أنا ما أقدرش أتخانق وأنت معايا هتتبهدلي، وكنت شايف الحكومة في المكان. أنا قلت كده برضو، هتعمل إيه مع بشندي؟ لا بشندي ده حكايته حكاية. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تخلينا نمشي بالشارع ده، انت مش لسه حضرة الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي، انا ماشي. اصحى يا سي بيتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي؟ يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وشرفك يا ابويا، وشرفك اللي جاب لك حقك. ما تشوف بس، سيبنا ننام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك، تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. مش حرامي. انا عايز انام اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه يا بابا؟ انت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. لا بيت بشندي هو دوت. اخلص اخلص. حاضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا. حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اطلال. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع. وزع فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى والله حزنت عليك، والله تأثرت لي لحظة ابكي. الله يقول لي انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول، وانت واقف على رجليك. خمسة. معك فلوس وعملت مرة وانا مش لاقي اللغة. خمسة. حرام عليك. اعطيله خمسة. حرام عليك. يا ابيض والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيته. انت ما ربيته، ما ربيته. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لسيادتك 100,000. يا اخي السؤال هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطيه. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا ابوي. انا شوف اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين بشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلو. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوش اللي بره دي، راجل غني قوي بره ومعاه حراسة ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هما يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رأيك خليه يستنى بره شوية وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطة. ما تغلبنيش، بقولك طلع تهوى الفلوس. عم راجل قولي بدهم لنا يا عم. بقولك طلع دول عهدة يا ابني. تيلو خلصنا. يلا عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم، يعني الطيور المهاجرة. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله، والله ساحر.
الاتموسفير حب كله السحر والله. مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين ما معك ساعه؟ معي سموك. اعطي يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سياره؟ معي سياره. اعطي. يا 300 ألف اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك. الشباب شباب تبعنا. خير يا بيش؟ ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمس انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل. والشك دخل براسي. شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل؟ قالت لي والله قبل ما اكمل طقتها ماتت. اولادي اللي بضوره جوا لي صباح الخير يا بابا. قلت ما في صباح الخير. تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني. وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيف في اخر الفيلا. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له عفيفي ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تاج السيره يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرسك بالنار هذه. ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوت. هيك ما تبغي فاشل. قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني. تتبهلل علي انت يا الكل. اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد. قول مدد 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 سموك. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق مرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا يا عمي. لمبرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ طراني اعمل بيبي دخان. والله اسوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع قلتلك وش طالع. انا العفريت. فاتني ليه يا حرامي؟ انا مش خرامي. لا حرامي تسرق كل الناس. فاكر اخر مره سرقت فيها لودة ام نوال يا حرامي؟ انا ما سرقتش حاجه. لا العوده يا معلم. والله انا كان قلبي حاسس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل. لازم ام نوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي لا ام نوال. انا باكل من عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا لا يجوز ترجع تقول يا جوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يا جوز وارجع اقول يا جوز. ده بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي. زي. ام نوال مستنيه الخلانوسه بفارغ الصاب. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا باشندي؟ ايوه يا هانم الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخويا زغرت ده انا الفرحه مش سايعاني. لا دي اللي هتجيبي التايه. كفايه يا باشندي يا اخوي لحسن انا جسمي بيتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. يا توف اسمع يا عم زفت انت. اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نور. لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده تعالى اوريك هنعمل فيك ايه.
لفوا لفوا صدقي ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العرق. خشي برجلك اليمين، خشي في اي حته بخش برجلي اليمين اساسا. يا ارض احفظي بعينيكي، منوره يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه. مستنياكي جوه، اتفضلوا. ما شاء الله دي طايره يا ولا. طايره يا خالتي، انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي يا ولد.